بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة دبلوم إدارة الأعمال الفرقة الثانية وطلبة دبلوم تنظيم وطرق عمل الفرقة الثانية، هنبدأ مع بعض ناخد محاضرتين هما يمثلوا الفصل الرابع الخاص بإدارة التغيير. هنبدأ مع بعض نشوف هناخد مع بعض الفصل ده في مجموعة من النقاط اللي بتمثل الآتي. في الفصل ده هنتكلم طبعا على عملية التغيير ومعناها وكيفية إحداثها والاستراتيجيات المرتبطة بيها، وكمان هنتكلم على إزاي بنحاول نشوف مقاومة التغيير للعاملين وإزاي نعالج هذه المشكلة في عملية إحداث التغيير. طبعا احنا عارفين ان في الفترات او في السنوات الماضية حصل تغيرات كتيرة في البيئة المحيطة وفي طرق احداث المعلومات او اكتساب المعلومات، في انظمة الحاسب، في الانترنت، كل ده حاجات حدثت فيها نوع من التغيرات الفترة الاخيرة في العالم كله، وده تطلب ان دايما طول الوقت ان في تغيرات بتحدث حوالينا، وده بيتطلب ان احنا دايما نخلي بالنا من هذه التغيرات ونشوف ايه الاحتياجات اللازمة سواء للعاملين او للعملاء بتوعنا او التغيرات المطلوبة في احداث انظمة العمل وفي الاساليب العمل. كل ده بيتطلب مننا ان احنا دايما نتغير ولا نظل كما نحن، وده اللي هنتكلم فيه من خلال النقاط التالية. طيب ايه هو المقصود بالتغيير؟ التغيير المقصود به ان عبارة عن مجرد انه شيء في تغيير في ملموس في نمط سلوك العاملين علشان يتوافق مع مناخ وبيئة التنظيم الداخلية والخارجية. والتغيير في الأساس سواء كان للتكيف الخارجي مع المتغيرات الخارجية أو للتكيف مع البيئة الداخلية للمنظمة أو التغيرات الداخلية للمنظمة، في النهاية هو بيضمن الانتقال من حالة إلى حالة علشان تكون أفضل أو وضع أفضل مما كانت عليه المنظمة. يبقى ممكن نقول برضو أن التغيير هو عملية تعديل التنظيم الحالي بغرض زيادة مستويات الفعالية الخاصة به وقدرته على تحقيق أهدافه المحددة. يبقى نقدر نقول أن التغيير التنظيمي هو مجهود طويل المدى لتحسين قدرة المنظمة على حل مشكلاتها وتجديد نفسها وتجديد عملياتها، من خلال أن أنا بحدث تطوير شامل في المناخ السائد في المنظمة وكذلك قدرة العاملين والناس اللي بتشتغل داخل المنظمة والقدرة على إقناعهم بتغير تصرفاتهم. طبعا التغيير ممكن يحدث لسببين، إما أني بحاول أخلي أوضاع التنظيم وأساليب العمل تتناسب مع المناخ المحيط أو التغيرات المحيطة بالمنظمة، أو أن أنا بستحدث أوضاع تنظيمية جديدة خالص وأساليب إدارية جديدة خالص لأن أنا أحاول أوفر ده للنظام عشان أمشي أو أحقق ميزة نسبية بالنسبة لي عن غيري من المنظمات. يبقى إما أن أنا بتأقلم مع أوضاع خارجية تغيرت، أو أن أنا بحاول أحسن وضعي الداخلي علشان أحصل على ميزة نسبية معينة. تعالوا نشوف إيه هي المتغيرات الواجب توفرها عشان أحدث التغيير. أول حاجة أن التغيير ده لازم يكون له هدف محدد وليس عشوائي، فمش كل تغيير أقدر أقول عليه تغيير سليم. فالتغيير حركة تفاعل ذكي ما بيحصلش بطريقة عشوائية أو ارتجالية، يعني لما يكون واحد عايز يغير من أدائه مش مجرد أنه يعمل أي حاجة مختلفة يبقى كده ده تغيير له هدف، لابد أن يكون له هدف مقبول وأن أنا يبقى عندي طريق عايز أوصل له، ولازم ده يكون شيء من الحاجات اللي بيقبلها الجميع وليس شيء بغرض مجرد اختلاف فقط عن الوضع اللي موجود. الحاجة التانية أو المتطلب التاني الواقعية، التغيير لازم يرتبط بالواقع العملي، التغيير مش مجرد أحلام في خيال بعض الناس، لا لازم أكون قادر أحقق هذا التغيير، وده طبقا لإمكانيات وموارد المنظمة وظروفها والناس اللي بتشتغل فيها، كل ده يمثل جزء من الواقعية الخاصة بالتغيير. كمان من ضمن متطلبات التغيير التوافقية،
والتوافقية يعني لابد أن تتوافق عمليات التغيير مع رغبات واحتياجات وتطلعات القوى المختلفة للتغيير، يعني احتياجات العاملين، احتياجات العملاء بتوعي، احتياجات المديرين والناس اللي بتشتغل على أساس أنهم يحققوا هدف كبير أو يحققوا وضع أفضل. كل دي لازم تبقى فيه توافق ما بين هذه المتطلبات ما بينها وبين بعضها وبعض، ومن المتطلبات التغيير اللي أنا عايز أعملها. العنصر اللي بعد كده برضو من متطلبات التغيير الفعالية، والفعالية هي معناها ان التغيير ده يكون فعال او له شيء مؤثر وليس مجرد تغيير شكلي. كتير جدا من المنظمات تعمل تغييرات في حاجات كتيرة ولا يحدث اي شيء في ادائها من تغيير، يبقى هنا ده مجرد تغيير شكلي للوضع فقط ولكن ليس للتغيير لتحقيق او الوصول الى اهداف معينة. فالفعالية هو أن أحقق من التغيير أهداف معينة. أيضا من ضمن المتطلبات التغيير المشاركة، فدايما الناس اللي بتشارك في عملية التغيير بتساعد على إحداث التغيير وبتساعد على نجاح التغيير. فعدم مشاركة الناس وخاصة جميع القوى والأطراف اللي هتتأثر بهذا التغيير، لو ما شاركوش مع القادة بتوع التغيير مش هيقدروا يساهموا في إحداث التغيير بشكل فعال ومش هيخلوا في نوع من التأييد والموافقة على هذا التغيير. فالمشاركة أمر مهم جدا لإحداث تغيير فعال لدى الأفراد والقوى المختلفة. العنصر كمان اللي بعد كده وهو الشرعية، فالتغيير لابد أن يكون شرعي بمعنى أن يكون أخلاقي وقانوني. ليس التغيير هو أني أعمل حاجة غلط أو أن أعمل حاجة مش قانونية أو مش أخلاقية، ده ما يبقاش تغيير، ده يبقى تغيير في الغالب للأسوأ وليس للأفضل. فلاجب أن يكون أن يعمل التغيير في إطار الشرعية. النقطة اللي بعد كده أن يكون التغيير للأفضل، وده زي ما قلنا التغيير لازم يبقى لوضع أفضل مما كنت عليه وإلا يبقى ملوش لازمة. يبقى دايما التغيير قائم على إصلاح العيوب أو معالجة الاختلالات أو معالجة المشكلات، وبالتالي لابد أن يكون التغيير للأفضل وليس للأسوأ أو لأوضاع أقل مما كانت عليها المنظمة. كمان من ضمن اشتراطات التغيير القدرة على التكيف. إدارة التغيير ما بتتفاعلش فقط مع الأحداث ولكنها أيضا لابد أن تتكيف معها، يعني التغيرات المجتمعية والتغيرات الشاملة والتغيرات الاقتصادية والسياسية والقانونية، كل دي حاجات لابد أن تتكيف معها التغيير، وإلا سيصبح التغيير في مجال والبيئة بتعمل في مجال آخر، أو في إحنا كده مش هنبقى متفقين مع بعض. لابد أن يتكيف التغيير مع متغيرات البيئة ومتطلباتها المختلفة. النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها وهي نقطة أسباب التغيير، لماذا نسعى إلى التغيير؟ وليه دايما المنظمات بتحاول دايما إنها كل فترة تتغير وتعدل من أدائها؟ أول سبب من أسباب التغيير هو الحفاظ على الحيوية الفاعلة، وده معناه تجديد حيوية المنظمة. فعادة التغيير يؤدي إلى أمال جديدة وطموحات جديدة وانتعاش للطموح وتحقيق لمزيد من الأهداف وإلى إحداث حالة من التفاؤل. فدايما زي ما قال كوتلر قبل كده، المنظمة التي لا تتغير فسوف تموت، فإذا لم تتغير فسوف تموت. فدايما الحياة تيجي من خلال إحداث التغيير وإحداث النمو وإحداث التطوير لأي كيان أو أي منظمة. النقطة الثانية برضو اللي مهمة في التغيير هي عملية تنمية القدرة على الابتكار. التغيير بيساعد على إيجاد أوضاع جديدة وأفكار جديدة، وبالتالي بتتعامل بشكل إيجابي مع التكيف مع الأوضاع مع التغيرات من خلال ابتكار طرق جديدة وسائل جديدة أدوات جديدة لتحقيق العمل. وبالتالي هنا إحنا بنرفض الحالة السلبية في التعامل مع التغيرات، لكن الابتكار هنا بيحدث نتيجة إن أنا بعرف أفكار جديدة، بحاول أعمل أدوات جديدة للأداء، بحاول أطلع منتجات جديدة، كل ده بينمي القدرة على الابتكار. برضو من ضمن الأسباب المهمة جدا في عملية التغيير التطوير والتحسين والارتقاء.
شيء طبيعي ان انا طول ما انا بدور على التغيير للافضل يبقى انا هنا بحسن الاداء، بطور العمل، برتقي للامام، بتقدم خطوات، يبقى هنا دايما التطوير للتحسين وللارتقاء بالاداء. كمان من ضمن اسباب التغيير التوافق مع متغيرات الحياة، زي ما قلنا قبل كده، فزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات اللي بتحدث في الحياة بتحسن من أداء المنظمة وبتعمل الحاجات اللي ممكن تتغير بشكل يؤدي إلى مزيد من الفعالية ومزيد من التأثير في أداء العمل وفي تقديم المنتجات أو الخدمات. وبالتالي بنعتبر دايما المواقف الغير ثابتة هي الأفضل، لأن الثبات معناه الوقوف عند نقطة معينة وعدم المحاولة للتحسن أو التأقلم مع المتغيرات. برضو من ضمن أسباب التغيير زيادة مستوى الأداء. فكتير قوي من الشركات اللي بتحب تتوسع، بتحب انها تزود مستوى أدائها، بتحب تزود إنتاجيتها، تزود السلع اللي بتتعامل فيها، الخدمات اللي بتقدمها، عادة بتحاول تعمل نوع من أنواع التغييرات، وده بيؤدي إلى أداء أفضل وممارسة أفضل، وبيقلل كمان من نقاط الضعف اللي عند المنظمة، وبيساعد على معالجة المشاكل اللي عندها ومحاولة تأكيد نقاط القوة ومحاولة إظهار المواقف المختلفة اللي ممكن تؤثر بإيجابية على الأداء بتاعنا. تعالوا بقى نشوف دلوقتي إيه هي أهم القوة الدافعة للتغيير. هل التغيير بيجي نتيجة حاجات معينة ممكن تدفعنا للتغيير؟ وهذه القوة عادة في جزء منها خارجي من خارج المنظمة، وفي جزء من القوة الداخلية برضو بيدفع إلى التغيير. تعالوا نشوف أهم القوة الخارجية اللي ممكن تساعد على إحداث التغيير وبتخلينا دايما نسعى إلى إن احنا نبقى أفضل وإن احنا نتعامل مع حاجات كتيرة عشان نحسن أداء. من أهم القوى الخارجية الدافعة للتغيير العملاء. العملاء طول الوقت احتياجاتهم ورغباتهم بتتأثر وبتتغير، وبالتالي كل ما احتياجات العميل تتغير، سواء في الذوق، في الشكل، في الألوان، في الأحجام المنتجات، في طبيعة الخدمة، في طريقة تقديمها، كل ما احنا لازم نغير من نفسنا ونقدم أشكال جديدة من المنتجات، خدمات جديدة، نحسن الوضع الحالي، نحسن طريقة التعامل مع العملاء، وبالتالي ده بيدفعنا دايما إلى إحداث التغييرات. كمان من ضمن الأسباب اللي بتدفعنا للتغيير من الخارج المنافسين. المنافسين طول الوقت بيقدموا حاجات جديدة وبيتعاملوا بشكل مختلف طول الوقت عشان يحسنوا وضعهم ومكانتهم السوقية، وبالتالي دايما احنا بنبص للمنافسين اللي قدامنا، ايه الحاجات الجديدة اللي قدموها، ايه الخدمات الجديدة، ايه طرق الاعلان الجديدة اللي عملوها، المنتجات الابتكارية اللي عملوها جديد، عشان احنا كمان نقلدهم او نحاول نقدم ما يجعل منافستنا ليهم قوية، وبالتالي بنحاول نحسن من نفسنا من طرق الإعلان، من تقديم المنتجات، من تقديم الخدمات، عشان نواجه هؤلاء المنافسين. برضو من الأسباب اللي بتدعونا في البيئة الخارجية إلى التغيير هو التغير التكنولوجي أو التطور التكنولوجي. والتكنولوجيا شيء طبيعي بتحدث تغييرات جوهرية، إما في المنتج نفسه، في أداء المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها وطبيعة إنجازها وسرعة إنجازها، وكمان ممكن التكنولوجي تؤثر على إحداث تغييرات في المهارات اللي المفروض العاملين يكتسبوها، وطريقتهم لأداء الأعمال بتتغير إزاي، وإزاي هم يبقى عندهم استجابة للتعامل الفعال مع هذه التغيرات. التكنولوجي ممكن تضيف طرق تدريب جديدة، ممكن تضيف سلع جديدة، ممكن تضيف تطوير في السلع اللي موجودة، ممكن تضيف خدمات جديدة، وبالتالي كل ده يؤدي إلى التغيير الفعال لدى المنظمة. برضو من العناصر الخارجية اللي ممكن تدفع للتغيير هي عملية القوى الخارجية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي بتدفع المنظمة إلى إحداث كثير من التغييرات خارجيا، زي التغير في السياسات واستراتيجيات الموردين اللي بتعامل معاهم، الظروف الاقتصادية العامة والتغيرات اللي ممكن تحصل فيها، التضخم، الدخول، توزيع الدخول، الفوائد، أسعارها،
كل دي تغيرات تؤدي إلى إن أنا ممكن أعمل تغييرات كبيرة في حاجتي أو في الخدمات وفي السلع بتاعتي، تغيرات في القوانين وفي التشريعات وفي البيئة السياسية بالكامل، تغيرات ثقافية واجتماعية لدى الأفراد وأنماط استهلاكهم وطريقة التعامل معهم مع السلع ومع الخدمات. كل دي بعض الاتفاقات الدولية، كل دي تغيرات خارجية ممكن تؤثر على إن أنا نمط إحداث التغيير اللي أنا ممكن أعمله في المنظمة أو في المنتجات بتاعتي. نيجي بقى للمجموعة التانية من القوى اللي ممكن تحدث تغيير برضو، وهي القوى الداخلية. والقوى الداخلية بتبقى عادة من القوى أو العوامل اللي ليها تأثيرات من داخل المنظمة نفسها أو المؤسسة، اللي بتساعد على إحداث التغيير لتحقيق بعض التوافقات من وتحسين بعض الأوضاع الداخلية. وممكن نقول من أهم القوى الداخلية الدافعة للتغيير الأفراد والعاملين اللي موجودين في المنظمة، حيث إن الأفراد العاملين دول ممكن يدفعوا للتغيير لأسباب كتيرة جدا، زي مثلا اختلاف القيم بين العاملين أو مجموعات العاملين. يعني في ناس قد تتبنى قيم معينة وفي ناس تتبنى قيم أخرى، لابد في النهاية إن أنا أحدث القيم التي تتبناها المؤسسة كوضع عام، مثلا احترام الوقت، قيمة زي بعض القيم الخاصة بعدم الرشوة، التعامل مع الناس بعدالة وبشفافية. كل دي ممكن تختلف من هيكل العاملين، ولكن أنا بحاول أحدث تغيير يؤدي إلى توحيد القيم اللي بترغبها المؤسسة لدى العاملين. مثلا برضو من التغيرات اللي ممكن نلاقيها ممكن تحدث بعض التغيير وجود المرأة ومساهمة المرأة في تركيبة العمالة ولو بشكل كبير. هنا ده ممكن يخليني أحدث بعض التغييرات زي إقامة مثلا حضانات لمساعدة المرأة على العمل، إن أنا ممكن أعمل حاجات خاصة بالسيدات وحاجات خاصة بالرجال زي دورات المياه، زي حاجات أخرى، أعمال تخص الفئة دي وأعمال تخص الفئة دي. كل ده ممكن يؤثر بإجراء تغييرات مختلفة. كمان اختلاف التركيبة العامة للعمالة ومفاهيمها والبعد الثقافي، أنا العمالة عندي شكلها إيه في المنظمة بتاعتي؟ هل العمالة عندي كلها مثلا أغلبها سيدات ولا أغلبها رجال، ولا في هنا رجال وفي سيدات؟ المستويات الإدارية المختلفة والتخصصات المختلفة، والعمالة فيها شكلها إيه ومستواها الثقافي والتعليمي قد إيه؟ كل دي ممكن حاجات تخليني أغير بعض الأمور، بعض الإجراءات بتاعة العمل، بعض السياسات اللي تبعها. كل ده علشان أقدر أحسن من الوضع. برضو عملية تغيير الرضا الوظيفي أو معدلات الدوران، فلو قل الرضا الوظيفي أو زاد معدل الدوران العمالة، زاد معدل الدوران يعني معدل ترك العمالة للوظيفة، لو زاد وقل الرضا الوظيفي يبقى في حاجة غلط، لابد إن أنا أشوف إيه أسبابها وأحاول أحسن الوضع وأعمل تغييرات لتتلائم مع الأوضاع لزيادة الرضا و تقليل معدلات الدوران. برضو من النقاط الداخلية المهمة اللي ممكن تحدث عمليات التغيير، يجي التغيير ينشأ نتيجة لوائح والإجراءات. لازم هغير في نظام العمل، هغير في القوانين واللوائح اللي متبعة، هغير في أنظمة الاتصالات المتبعة داخل المنظمة، هغير طريقة خدمة العملاء والتعامل معاهم، هشوف هضع أنظمة جديدة للرقابة وللجودة أو لطرق جديدة لأخذ القرارات. كل هذه الأشياء ممكن تؤدي إلى تغيير في طريقة الأداء العمل أو في العمليات والإجراءات المتبعة في الأداء الأعمال. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن داخليا تؤثر في إحداث عملية التغيير، إن التغيير يحدث بالصورة الرسمية لوجود في نطاق رسمي معين، ما مدى وجود العلاقات ما بين العاملين، شكلها إيه العلاقة الرسمية والغير رسمية، المركزية في اتخاذ القرار، مدى وجود مركزية أو لا مركزية في اتخاذ القرارات، عملية هل أنا بصغر حاجات أو بكبر حاجات، بقلل حجم مثلا بعض الإدارات، عملية تفويض السلطة هتبقى شكلها إيه والمين، عمليات برضو الإشراف مين مسؤول عن مين، عملية زيادة التمكين للعاملين وزيادة مشاركتهم في القرارات وفي اتخاذ القرارات. ده كل ده ممكن يساعد على إحداث التغيير. كل ده لو حبني وحدات جديدة أو هياكل تنظيمية جديدة، كل ده ممكن يساعد على إحداث عملية التغيير في نظم الاتصالات. تعالوا بقى النقطة اللي بعد كده نتكلم على أهم أنواع التغيير. التغيير ممكن نقسمه بأكتر من طريقة أو بأكتر من صورة.
ففي ممكن نقسم التغيير إلى تغيير شامل وتغيير جزئي. والتغيير الشامل يعني تغيير كل حاجة من أول إدارة لآخر إدارة في كل المستويات، وده معناه إننا نقدر نغير كل شيء. يعني مثلا لو أنا قررت إن الشركة اللي بتشتغل بطريقة يدوية هتتحول بالكامل إلى طريقة بالكمبيوتر أو باستخدام الآلات الجديدة اللي هي الآلات الحاسب الآلي، فبالتالي ممكن ده يبقى تغيير شامل للمنظمة ككل. وممكن يبقى التغيير جزئي يقتصر على جزء واحد بس أو مكان واحد بس في المنظمة، يعني هغير بعض الآلات والأجهزة، هغير إدارة معينة بس كانت بتتعامل بشكل هخليها تتعامل بشكل تاني أو بإجراءات تانية. وبالتالي عادة التغيير الجزئي ده لابد إن أنا أدرس علاقته بالتغيير الكامل للمنظمة ككل عشان أحسن من الأداء وأزود من الفعالية بدون ما أحدث أي خلل في أداء المنظمة. كمان ممكن أقسم التغيير حسب نوع التغيير إلى تغيير مادي وتغيير معنوي. والتغيير المعنوي غير التغيير المادي. التغيير المادي معناها بغير في الأدوات، بغير في آلات، في تكنولوجي، في استخدام المكاتب، في المكان، في شكل المكان، كل ده تغيير مادي. أما التغيير المعنوي فهو التغيير النفسي والاجتماعي، يعني عملية التدريب للعاملين على أنماط سلوكية معينة، تدريبهم على طريقة التعامل مع العملاء، على أن أنا أخليهم يتعاملوا ويتكلموا ويتصرفوا بشكل معين، كل ده اسمه تغيير معنوي أو تغيير اجتماعي، يعني بغير في أسلوب الأداء الخاص بالعمالة وليس فقط في الشكل المادي أو الجوانب المادية اللي هي الآلات والأجهزة والأماكن والحاجات المادية المحيطة بالعمل. كمان ممكن أقسم التغيير طبقا لسرعة إدخاله إلى تغيير سريع وتغيير تدريجي. التغيير السريع يعني وفق اللحظة، أنا في اللحظة دي هعمل كل التغييرات مرة واحدة، وده معناه إن أنا هعمل تغيير مباشر خلال فترة زمنية قصيرة في كل شيء، وده عادة بيكون لو أنا محتاج تغيير لأسباب مهمة أو أسباب خارجة عن الإرادة. أما الأفضل هو التغيير البطيء اللي هو عادة بيبقى تغيير أكثر رسوخا ويبدأ مرحلة مرحلة وأبدأ معاه واحدة واحدة علشان أمشي خطوة خطوة إلى أن يثبت التغيير ويتم إحداثه بشكل يستوعبه كل الناس اللي مستعدين لهذا التغيير. تعالوا كمان بقى نشوف أهم طرق إدخال التغيير. في أكتر من طريقة ممكن أدخل بيها التغيير. في التغيير من أعلى لأسفل، وهنا نقصد من أعلى لأسفل من اتجاه السلطة الأعلى إلى السلطات الأسفل، يعني هيبقى من الرئيس مجلس إدارة الشركة فوق إلى الناس الأقل فالأقل فالأقل. وهنا دائما بتستخدم السلطة أو الإدارة العليا سلطتها في إحداث هذا التغيير، فإنها تقول في مشكلة كذا أو في أمر لابد من تغييره، أو إحنا عشان كده هنغير طريقة أداء العمل وهنغير الأماكن الفلانية بشكل معين علشان نساهم في حل بعض المشكلات أو تحسين الأداء. هنا ممكن يبدأ بإصدار أوامر أو تغيير بعض المناصب أو بعض القيادات اللي موجودة أو بعض التغيرات التكنولوجية. المهم هيبقى فيه إعادة تنظيم، ولكن هيبقى بأمر مباشر من السلطة الأعلى إلى السلطات الأقل. ممكن التغيير يحدث بالعكس، يحدث من أسفل إلى أعلى. يبقى هنا المبادئة هتيجي من المستويات الإدارية الأدنى اللي هي شايفة إن في مشكلة عندها وإن الإدارة العليا لازم تاخد فيها قرارات، فتبدأ تطلب من الإدارة العليا يا جماعة في مشاكل عندنا في المستوى الأدنى، محتاجين الناس تتدرب على سلوكيات أو مهارات معينة، محتاج أدخل أجهزة بشكل معين، محتاج أحط طرق جديدة لأداء الأعمال لأن الدنيا اتغيرت عشان في حاجات كتيرة. وهنا تبدأ الإدارة الدنيا هي اللي تحاول تستدرج أو تستدعي التغيير لحد ما تبقى الإدارة العليا تستمع إليها وتحقق لها المطالب بتاعتها، فيجي التغيير من أسفل إلى أعلى. لكن في الغالب التغيير الأكثر فعالية والأكثر أهمية هو التغيير النوع الثالث اللي هو التغيير بالمشاركة، وده بيتم عن طريق مشاركة الإدارة العليا مع الأفراد في المستويات الدنيا أو في المستوى الأدنى بالتبادل المعلومات حتى يحدث التغيير. هنا ناس تشخص المشكلة وناس تقول ممكن تتحل ازاي،
وناس تقول التفاصيل ممكن نعملها ازاي، وهكذا يبقى الامر ما بين الاداره العليا والاداره الدنيا، فبالتالي يحدث التغيير عاده بنوع من التكامل في وضع النظام الجديد اللي نرغب في الوصول اليه. تعالوا نشوف مراحل ادخال التغيير وازاي بتتم واحده واحده. اول مرحله عندنا لادخال التغيير هي مرحلة التهيئة أو الإذابة، يعني أنا بهيئ كده الناس إن في تغيير هيحصل بعد شوية، ببدأ أقول لهم يا جماعة خلوا بالكم إحنا هنبدأ دلوقتي نحط خطة للتغيير، وهنبدأ نحاول نحط كل واحد دور فيكم عشان يبدأ يعرف هو هيعمل إيه. المرحلة دي بتشمل مجموعة مهمة جدا من التهيئة، زي الاستعدادات التنظيمية للتغييرات هيبقى شكلها إيه، مين القيادات اللي هتبقى مسؤولة عن إحداث هذا التغيير، وإيه هي الإدارات اللي هيتم إحداث التغيير فيها وهتتحول من وضع إلى وضع. هنبدأ بأول نقطة وهي الاستعداد التنظيمي أو تهيئة للاستعداد. يبقى هنا في هذه الخطوة بنبدأ نحط الخطط اللي احنا هنعمل بيها التغيير، هنغير إيه مرحلياً، مثلا كل فترة زمنية ايه اللي هيتغير وايه الحاجات اللي هنبدأ بيها، وبنحط تصور كامل للمشكلات اللي ممكن تحدثها عملية التغيير او المشكلات اللي موجودة دلوقتي واللي احنا عايزين نغير عشان نعالجها، سواء كانت بقى مشكلات فنية انسانية، كل المشكلات المحتملة الظهور اثناء عملية التغيير. وبالتالي نبدأ نتعرف برضو على إيه الحاجات أو إيه الأماكن اللي ممكن يحدث فيها مقاومة للتغيير، لأن يعني كتير من الناس بتقاوم التغيير خوفاً على مكانتهم الوظيفية، أو خوفاً على إحساسهم بأنهم هيتعلموا حاجات جديدة أو هيضطروا يتدربوا على حاجات جديدة. الإنسان دايماً يتعود على شيء ما بيحاول يقاوم عملية التغيير، وبالتالي إحنا بنحاول نبني بناءً على كده قوة تساعد على التغلب على مقاومة التغيير، ونحاول نزيل هذه المعوقات عشان التغيير يحدث بسلاسة وبشكل بسيط. المرحلة الثانية بقى بعد مرحلة الاستعداد هنبدأ مرحلة إدخال الفعل للتغيير، اللي هي مرحلة الحركة وإدخال التغيير. هبدأ أحط الخطط اللي أنا حطيتها دي موضع التنفيذ، يعني هبدأ أغير الإدارات اللي قلت هغيرها، هبدأ أحط القيادات اللي أنا قررت أحطهم، هبدأ أحط الآلات والأجهزة اللي أنا قررت أعملها. كل ده بيستدعي إعادة تنظيم وإعادة تشغيل للمكان بشكل أو. والمرحلة دي بتتطلب بعض المتطلبات، زي مثلا ببدأ أنفذ خطة التغيير بقسمها إلى أجزاء ومراحل زمنية، يعني ما بقولهاش كلها مرة واحدة، ببدأ جزء جزء وخطوة خطوة عشان الناس تبدأ تتقبل عملية التغيير واحدة واحدة. في أثناء إدخال التغيير لازم أركز الأول على الجوانب الأساسية للخطة الموضوع، وبالتالي أقدر أشوف إيه الحاجات اللي أنا أقدر أتحكم فيها وأعملها بقدر كبير من النجاح، الأشياء الممكنة، وأحاول أقلل الحاجات اللي ملهاش لازمة دلوقتي، الحاجات الغير ضرورية أخليها بفترة زمنية قادمة أو بعد شوية، لحد ما أبدأ الحاجات الأساسية الأول وأتأكد من نجاحها عشان أبدأ أدخل الحاجات التفصيلية أو الغير ضرورية. كمان لازم أخلي بالي في أثناء إحداث هذا التغيير، لازم أوري المجهودات التغيير ما حطهاش كلها مرة واحدة، لازم أحط صور مختلفة من مجهودات التغيير بأوضاع مختلفة، بحيث أن أنا أبدأ بالمواقع والأماكن الأكثر تقبلاً للتغيير والأكثر أهمية، علشان أدي إحساس بأن التغيير هيحدث بدون ما يحدث مقاومة من قبل الناس اللي ممكن تتقبل هذا التغيير، مع إعطاء أهمية كبيرة قوي لإحساس ناس وحاجاتهم الإنسانية ومشاعرهم عند إدخال التغيير، لأن في ناس هتتضايق عشان وظائفها، علشان هتضطر تبذل مجهود أكبر، عشان هتشتغل بطريقة أكتر شوية، هتعمل تتدرب على مهارات جديدة، كل ده لازم أراعيه وأنا بحدث التغيير عشان ما أخليش الناس تحس بألم أو بضيق أو بإحساس يجعلها تفقد الرغبة في إحداث التغيير. يبقى هنا بعمل بخلق مناخ مناسب في ثقة وفي تشجيع وفي تدعيم للناس، وشجعهم بطرق التشجيع المختلفة بالحوافز المادية والمعنوية علشان يوصلوا عملية التغيير، وساعد الأفراد اللي بتشارك في التغيير إن أنا أديهم مزايا وأديهم حوافز لإحداث هذا التغيير.
كمان من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعملها في مرحلة احداث التغيير اعداد القيادات الخاصة بفترة التغيير. وهذه الاعداد القيادات ان انا ببدأ اعلمهم وادربهم واقول مين الناس اللي هتدخل في المرحلة دي، بحيث ان الناس دي تبدأ هي اللي تبدأ تشوف هأهلهم ازاي وابدأ اعودهم على مناصبهم الجديدة او اماكنهم الجديدة ازاي. ثم تيجي المرحلة اللي بعد كده، هي مرحلة تثبيت التغيير. ان هذه المرحلة بقى خلاص انا دخلت التغيير، وطبعا بيحدث عند بداية ادخال التغيير يحدث ساعات انخفاض في الاداء، فانا ببدأ احاول احسن في التغيير الى ان يعود الاداء زي ما كان وافضل. وهنا نبدأ اثبت التغيير او اثبت الحاجات اللي احنا اتفقنا على تغييرها واخليها تبقى في وضع افضل مما كان عليه الاداء قبل هذا التغيير. وبالتالي هنبص على منحنى التعلم التنظيمي ازاي بيحصل له ايه في اثناء فترة التغيير، ازاي بيبدأ الاول الاداء ينخفض شوية شوية عن الفترة اللي كان موجود فيها قبل كده، الى ان تبدأ تتقبل الناس التغيير وتبدأ تتحسن مهاراتها ويبدأ عنصر الوقت يقل وتكاليف التعلم تبقى افضل وعملية الاحساس بالتغيير تبدأ احسن. وبالتالي نبدأ ننتقل الى الفترة اللي بنبدأ نثبت فيها التغيير ونصل الى مرحلة جديدة افضل مرحلة السابقة. يبقى في المستوى القديم، ده المستوى اللي هي الفترة الأولانية اللي نبدأ بعدها ندخل التغيير. في فترة إدخال التغيير دي طبعا المرحلة الأولانية دي مرحلة التهيئة لإدخال التغيير. ثم المرحلة الثانية اللي بنبدأ ندخل فيها التغيير هنلاقي إن الأداء بدأ ينزل أو ينخفض، اللي هي الفترة الانتقالية. وبعد الأداء ما يبدأ ينزل شوية شوية لحد ما الناس تبدأ تتعلم الطرق الجديدة ويحدث نوع من التعلم التنظيمي، يبدأ الأداء يرتفع تاني يصل للمستوى القديم، ثم يتعدى المستوى القديم إلى مستوى أعلى، وهي دي المستوى الجديد اللي بيرفع فيه الأداء اللي احنا بنحاول نثبت فيه الأداء الجديد اللي هو الأداء الأفضل عما كان قبل كده. ودي المرحلة اللي بنسميها مرحلة التثبت أو التثبيت للأداء الجديد. النقطة اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيها وهي أهم الاستراتيجيات اللي ممكن استخدمها في التغيير. استراتيجيات التغيير في أكتر من طريقة أقدر استخدمها أو خطة أقدر استخدمها لإحداث التغيير. أول استراتيجية عندنا وهي استراتيجية نشر المعلومات، وهي هذه الاستراتيجية قايمة على أساس أن التغيير هو نوع من العدو الرئيسي ليه هو الجهل وعدم الوعي. يعني الناس كتير ساعات تقول لبعضها كلام مش حقيقي وما تقولش الحاجات الحقيقية، وتبدأ تقول كده تنشر خرافات وتنشر ان المشاكل دي هيحصل فيها مشاكل عشان كذا وهتعمل كذا. فهنا نبدأ توعية الناس، التوعية والتعليم هنا مهم جدا، نشر المعلومات نشر الدراسات عشان الناس تفهم التغيير ده هيتعمل ليه هيحدث منه ايه. وبالتالي المعرفة هنا بتبقى مهمة جدا، عملية انتشارها من خلال بقى برامج تدريبية، من خلال تزويد الناس بالمعلومات، من خلال ان انا ابعت بعثات دراسية او ان انا اعمل نشر للمعلومة بحيث ان الناس تبدأ تعرف والوعي عندها يزيد، وبالتالي لما يجي يحدث التغيير ما يبقاش فيه مقاومة شديدة لهذا التغيير. الاستراتيجية الثانية برضو وهي استراتيجية التوعية الموجهة. والاستراتيجية دي برضو بتقول ان مش بس الحاجز الرئيسي امام التغيير هو نقص المعلومات او عدم توافرها، ولكن ايضا عدم اقتناع الاشخاص بضرورة هذا التغيير او عدم رغبتهم فيه او خوفهم منه. يبقى في الحالة دي مش بس انا بقول للافراد المعلومات والحاجة اللي بقولها لهم، لا كمان بوضح لهم ان التغيير ده ما فيهوش مشاكل بالنسبة لهم وانه هو مش هيضر مصالحهم ومش هيعقد قيمهم الاساسية ومعتقداتهم الاساسية، وبالتالي مش لازم ان هم يقاوموه، بل بالعكس لازم يتقبلوه. ودي نوع من التوعية الاكثر من مجرد فقط نشر المعلومات. في بقى استراتيجية أخرى، ودي استراتيجية من الاستراتيجيات اللي بتعتمد على القوة، وهي استراتيجية بيقولك إذا لم تستطع إحداث التغيير بالوسائل اللي احنا قلنا عليها الوسائل اللي هي الطيبة شوية، فأنت يحدث التغيير بالقوة عن طريق إن أنت تقول للناس في عقوبات وجزاءات لمن يخالف كل هذه الأوامر. وهنا دي في بعض الظروف الطارئة
أو الحاجات الصعبة اللي الناس ما تقدرش تتعامل معها بشكل واحدة واحدة أو بشكل متدرج، هنا بضطر إن أنا أفرض حالة طارئة وأقول اللي مش هينفذ التعليمات أو مش هيعمل الطريقة اللي احنا قلنا عليها أو الأساليب اللي احنا قلنا عليها هيجازى وهيتعرض لبعض العقوبات، ودي في بعض الأحيان بتكون فعالة لكنها فعالة لمدى زمني قصير، نتيجة إن الأفراد لابد عشان يبقى فيه ولاء ليهم للتغيير لازم يبقى فيه اقتناع أساسا، ولازم يبقى فيه معلومات حقيقية علشان ما يحدثش مقاومة لهذا التغيير. تعالوا نشوف بقى بعد كده يعني إيه مقاومة التغيير. مقاومة التغيير يعني امتناع الأفراد عن الامتثال للتغيرات المطلوبة والحاجات اللي مطلوب ان احنا نقول توصلنا للوضع الجديد. وبالتالي عادة المقاومة بتأخذ كثير من الأشكال، وحتى ممكن تأخذ حاجات متناقضة مع بعضها، زي مثلا عدم إظهار السلبية وعدم إظهار الإيجابية، زي مثلا إن الناس تقول إن التغيير الجديد ده تغيير ليس له قيمة وملهوش أي فايدة، إن التكاليف المدفوعة تمثل أعلى بكتير من الفوائد العوائد اللي هتعود من هذا التغيير. كل دي أمور ممكن المنظمة تحاول إن هي توضحها بشكل يقلل المقاومة لدى الأفراد. تعالوا نشوف أهم أسباب مقاومة التغيير. أول سبب عندنا لمقاومة التغيير هو التعود أو الارتياح للمألوف والخوف من المجهول. كلنا دايما بنحب نعمل الحاجة اللي تعودنا عليها زي ما تعودنا عليها على طول، حتى لو كانت غلط، حتى لو كنا مش حاسين إن ده حاجة وحشة. كتير من الناس مثلا بتتعود انها تتأخر عن وظائفها مثلا ربع ساعة وتعتبر ان ده شيء عادي، ولو المنظمة قررت ان مفيش تغيير ولو ان اللي هيتأخر ولو 5 دقايق هيتحاسب وهيتعاقب، ناس كتير بتعتبر ده شيء مش مهم وشيء مش كويس، وان احنا بنيجي والدنيا بتبقى في مشاكل في المواصلات وفي كده. فدايما الناس تبقى متعودة على شيء ما بتحبش تغير عاداتها اللي تعودت عليها. وبالتالي برضو من ضمن الأسباب مقاومة التغيير العادات التنظيمية. إذا أنا اتعودت على عادات تنظيمية داخل المنظمة بشكل معين حتى ولو كانت شيء غلط، فعادة ما بستجبش بسرعة لتغيير حتى وإن كان هذا التغيير صح أو شيء أفضل. وبالتالي لازم أبدأ أغير طريقة تفكير الناس، لازم أتعلم أعلمهم إزاي هم يقدروا يردوا على أو يتعاملوا مع المواقف الجديدة بشكل أكثر إيجابية وشكل أكثر مرونة، والروتين يبقى أكثره بحيث إن هو ما يبقاش التعود ده بشكل الخطأ أو بطريقة روتينية كأن أنا مبرمج دون أن أحاول أن أنا أغير في طريقة أدائي العملي بشكل أو بآخر. برضو من ضمن أسباب مقاومة التغيير سوء الإدراك. وسوء الإدراك هنا بيجي نتيجة عدم وجود المعرفة الكاملة بالوضع الحالي أو بالوضع اللي يتم عليه التغيير. هنا على الناس ساعات ما تبقاش مدركة إن التغيير ده ممكن يحقق لهم مزايا، ممكن يزود لهم جوانب القوة، ممكن يعمل لهم نوع من التحسين والتطوير في أدائهم. وبالتالي ساعات سوء الإدراك إن هم مش متخيلين ده، إنهم دايما حاسين إن ده هيعمل نوع من الضعف والقصور وهيخلينا غير قادرين على أداء الأعمال بتاعتنا، ده ممكن يؤدي إلى مقاومة في التغيير. برضو من ضمن الحاجات الأسباب المهمة جدا لمقاومة التغيير الخوف على المصالح وعلى المكانة. كتير من الناس بتخاف قوي على وضعها وعلى وظيفتها، كتير قوي من الناس كانت بتحتفظ دايما بمعلومات معاها، فتقولك لو اتحولت المكان ده الى الكمبيوترايز او وضع الكمبيوتر والمعلومات تبقى متاحة في كل الاماكن، انا هفقد احساس الناس باهميتي وبدوري. ودايما ده بيبقى له نظرة شخصية كبيرة لان كل واحد خايف على وضعه الوظيفي مش اكتر، دون النظر الى المصلحة العامة للمنظمة ككل. آخر حاجة من أسباب مقاومة التغيير تأثير الجماعات والقوى ذات النفوذ. كتير قوي من الناس الأفراد اللي بيبقى ليهم زي ما بنقول أصدقاء أو بنسميهم ساعات اللي هم المجموعات اللي هي ليها علاقات غير علاقات العمل اللي بنسميها العلاقات الشخصية شوية، هنا هذه الأفراد قد تؤثر على بعضها البعض
في إحداث الولاء وإحداث التغيير والالتزام بعمليات التغيير، نتيجة أن ممكن المجموعات دي تبقى ليها تأثير وذات نفوذ، وبالتالي كلها تتفق أنها مش هتعمل ده ومش هتساعد على التغيير أو هتحدث مشاكل عشان التغيير ده ما يبانش أنه هو جيد. وبالتالي كتير قوي من جماعات والقوى ذات النفوذ والمجموعات اللي ذات علاقات شخصية وليست العلاقات الخاصة بالوظائف ممكن تؤثر تأثير سلبي على إحداث التغيير. لكن برضو ما نقدرش نقول إن عملية مقاومة التغيير ملهاش مزايا، رغم ما قلناه من أن أسباب مقاومة التغيير ممكن تؤثر في حاجات كتيرة سلبية، إلا أن برضو مقاومة التغيير ممكن تظهر لنا بعض الإيجابيات. زي إيه؟ زي أن مقاومة التغيير ممكن تخلي إدارة المنظمة توضح الأهداف المطلوبة من اللي هتحدثها التغيير وطرقه بشكل أكثر وضوحاً، وتوصلها للناس بطريقة أفضل إذا كانت الناس مش فاهمة الموضوع بشكل كويس. كمان مقاومة التغيير مش في الغالب عن عدم فعالية عمليات الاتصال، ممكن توريني ان مفيش اتصالات ما بين الناس وما بين الادارة العليا، وبالتالي مفيش نقل جيد للمعلومات، وبالتالي الناس الادارة تحاول تحسن من طرق الاتصال وطرق التواصل مع الاماكن المختلفة لوصول المعلومات بشكل جيد. كما ان التغيير في بعض الأحيان بيورينا مشاعر القلق اللي ممكن يعاني منها بعض الأفراد اللي بتشتغل في المنظمة نتيجة التغيرات اللي ممكن تبقى تحدث لهم في وظائفهم أو في أماكنهم، وهنا ده برضو بيخلي الإدارة تقدر تحاول تفهمهم إن الوضع ده مش هيمس أوضاعهم بشكل أو آخر، وتعمل نوع من العلاقات الإنسانية اللي ممكن تؤثر على التغيير بشكل أفضل. برضو مقاومة التغيير بتورينا نقاط الضعف في عملية معالجة المشكلات داخل المنظمة، وإزاي إحنا ممكن نحسن من هذه العمليات بحيث إن أنا أقدر أعالج كل التفاصيل المختلفة من خلال رؤية الناس ليه مش عاجبها هذا التغيير وليه مش راضية تلتزم بيه. آخر حاجة هناخدها معانا النهاردة عن استراتيجيات المنظمة في التعامل مع مقاومة التغيير. في طبعا أكتر من استراتيجية، في استراتيجية التعليم والاتصال، وهذه الاستراتيجية بتعتمد على إن أنا أخد أشكال كتيرة للمناقشة مع الأفراد سواء بشكل فردي أو بشكل مجموعات علشان أوضح لهم الأمور وأوصل لهم المعلومة، وأقدر أصل لكل المستويات المختلفة اللي هيحدث فيها التغيير، وأبدأ أشرح لهم إيه السبب وليه بنعمل التغيير ده، وإيه هي المعلومات المهمة، وإيه أهم الحاجات اللي هم لازم يعرفوها عن التغيير، وده ممكن يؤثر تأثير إيجابي في إحداث التغيير. كمان من ضمن الاستراتيجيات المهمة في إحداث عدم وجود مقاومة للتغيير استراتيجية المشاركة والاندماج. فدايما الناس لما بتشارك في شيء، تشارك في وضع برامج التغيير، تشارك في إحداث التغيير نفسه، تساعد في وضع التفاصيل أو في وضع بعض التفاصيل، هنا الناس لما بتشارك في الحاجة بتبقى متحمسة أكتر لأن هي تشتغل فيها، وبالتالي دايما لما بشاركهم في العملية وبخليهم يقولوا رأيهم ويقولوا أحاسيسهم ويعرفوا إيه الحاجات اللي هما شايفينها سلبية ونحاول نعالجها لهم، كل ده بيجعل التغيير أسهل وأفضل من عملية التغيير بشكل مباشر بدون أي أخذ رأي الناس أو معرفة التفاصيل المختلفة. برضو من الاستراتيجيات اللي احنا ممكن نستخدمها في عمليات تقليل المقاومة التغيير التسهيل والدعم، ودي بتعتمد على ان انا بدي ناس مثلا فترة راحة بعد احداث التغيير، بعمل لهم نوع من الحوافز الايجابية، بقول لهم يا جماعة التغيير ده هيخليكوا افضل، هيحسن ادائكوا، هنديكوا درجات احسن في تقييم الاداء، هنعمل لكم مميزات وحوافز جديدة، وبالتالي هنا ده هيخلينا نصل للهدف بتاعنا بشكل دون ما فيهوش مقاومة بشكل اسرع. الاستراتيجية اللي بعد كده وهي التفاوض والاتفاق، دي بتستخدم ان انا لما بلاقي ناس كتير هتتضرر من احداث التغيير وفي مقاومة كبيرة، ببدأ احاول اتكلم مع الناس، اتفاوض معاهم، طب انتوا ايه رأيكم، طب ايه البديل لدوت، هل لو علينا الاجر شوية هتتقبلوا ده، هل انتوا موافقين على بعض التغييرات في العمل ولو تعبتوا شوية واحنا هنكافئكم عنها هل ده هيبقى كويس. كل دي حاجات ممكن
نستخدمها لتجنب مقاومة وتقليل السلبيات الخاصة بعملية مقاومة التغيير. برضو من الاستراتيجيات المهمة اللي احنا ممكن نستخدمها استراتيجية اختيار الأعضاء المناسبين اللي ممكن يحدثوا التغيير في الآخرين. فاختيار بعض الأعضاء اللي هم ذو تأثير على الآخرين بيضمن إحداث التغيير وإحداث المصداقية في التغيير. ودي طريقة سريعة جدا، أنا بختار الأشخاص اللي ذوي الثقة وأبدأ أقنعهم بعمليات التغيير، وبالتالي هم بالدورهم بيبدأوا يقنعوا الناس اللي حواليهم، وأبدأ أحاول أخلي الناس التانيين دول طبعا من غير ما أحسسهم إن أنا بستغلهم أو بخليهم يشتغلوا ضد الأفراد المجموعات، لكن هنا أنا بحاول أخليهم هم أداة توصيل المعلومة وأداة تحفيز الناس على إحداث التغيير بشكل أكثر أداء وبشكل أفضل من الإحداث المباشر للأفراد. في كمان طريقة أخرى وهي الإكراه الظاهر وغير الظاهر، وهي طريقة إجبار العاملين شوية على إن هم يحدثوا التغيير، إما إن أنا أحرمهم من الترقية أو أحرمهم من بعض الحوافز أو أحاول أقول لهم إن اللي مش هيعمل ده هياخد بعض الجزاءات أو هيحدث له بعض المخاطر، وبالتالي ده بيجبرهم بشكل ظاهر أو غير ظاهر على إحداث التغيير. ولكن هذه الطريقة إن كانت ليها صحيح قد تكون مناسبة في بعض الأحيان، ولكنها قد تكون لها سلبيات كثيرة في كثير من الأحيان، فلازم توخي الحذر عند استخدام هذه الطريقة حتى لا يحدث نوع من الثورة على الأداء العمل بشكل عام، وإن تتحول المقاومة إلى نوع من عدم الاقتناع بأداء العمل بهذا الشكل. وعلشان كده هنقول بشكل سريع أهم عوامل نجاح برامج التغيير. أول حاجة دعم وتأييد الناس الإداريين لجهود التغيير واستمرارية النتائج، توفير المناخ الملائم اللي بيحسن أداء الناس وما بيأثرش عليهم بالسلب، وجود ناس وخبراء أو وكلاء تغيير، الناس اللي أنا عندهم مهارات فكرية وإنسانية ويقدروا يأثروا على الآخرين ويقنعوهم من خلال تفهمهم الوضع بشكل أو بآخر. الحاجة اللي بعد كده إن أنا بشارك الأفراد والجماعات معايا في التغيير في وضع أهدافه وتخطيطه، كمان إن أنا أوضح دوافع وأسباب التغيير لكل الناس اللي بتشتغل في المنظمة، إن أنا أحاول أدي فوائد مادية ومعنوية لهذا التغيير علشان الناس تتقبله، ما نغفلش دور التنظيمات غير الرسمية اللي هي العلاقات الشخصية داخل الشغل على تحسين سلوك الأفراد وعدم وتقبلهم للتغيير، أقدر أعرف مصادر التغيير، مراكزه، أماكن إحداثه، أشخص عوامل المقاومة وأحاول أعالجها بشكل أو بآخر، وفي النهاية أوفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتهيئة التغيير واللي بتساعد على تنفيذ وإتمام هذا التغيير بشكل ما تحدثش له مقاومة وبشكل أفضل وبنتائج أكثر فاعلة. شكرا لحسن استماعكم.